اليوم سوف نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكل حذف الحساب على تطبيقكم شيئين. نقوم بالضغط هنا على تطبيق شيئين، وبعدها سوف نقوم بالضغط هنا، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على الإعدادات، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على إدارة الحساب، ثم سوف نقوم بالضغط هنا على حذف الحساب، ثم سوف نقوم بالضغط هنا على تحقق على تقديم طلب لحذف الحساب. نقوم بالضغط هنا، وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بحذف الحساب خاص بكم. بهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، ونقوم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.